السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام تابعي قناة من الآخر وخلاص، معكم محمد نور الدين. لأول مرة زرنا في القناة انزل اشترك في القناة بتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشترك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، مواعيد مباريات إياب دور 16، عودة دور 16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2021 2022. وخلينا نفكرك بنتائج مباريات الذهاب أولا، بعد كده نتكلم عن مواعيد مباريات العودة اليوم الخميس 17/3 مارس 2022. متابعينا الكرام، دور الذهاب من دور 16 بدأ يوم الخميس الماضي 10 مارس 2022. بارتيزان خسر من فاينورد الهولندي 2-5. باوك سالونيكا فاز على جينيت البلجيكي 1-0. في 9 الهولندي خسر من روما الإيطالي 0-1. سلافيا براغ التشيكي فاز على لاس كلينز النمساوي 4-1. بودو غليمت فاز على اي زد الكمار الهولندي 2-1. مارسيليا الفرنسي فاز على بازل السويسري 2-1. ليستر سيتي الانجليزي فاز على رين الفرنسي 2-0. ايند هوفن الهولندي تعادل امام كوبنهاجن الدنماركي 4-4. والاهداف في ارض الخصم ما تفرقش كتير في هذه البطولة اصلا، في موسم البطولات الاوروبية هذا الموسم، يعني ما فيش اي موضوع بتاع هدف في ارض الخصم ده اتلغى. اليوم الخميس 17/3 مارس 2022 مباريات العودة، أربع مباريات في نفس التوقيت وأربع مباريات في توقيت تاني. بازل السويسري هيلعب أمام مارسيليا الفرنسي، ورين الفرنسي هيلعب أمام ليستر سيتي الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي هيلعب أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي، وإي زد الكمار هيلعب أمام بودو غلمت. الأربع مباريات دول في نفس التوقيت الساعة 7:45 او 8:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا. الاربع مباريات دول في نفس التوقيت ايضا الساعة 8:45 او 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن. والساعة 9:45 او 10:15 مساء توقيت الامارات وعمان. والساعة 6:45 او 7:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والساعة 5:45 مساء أو 6:15 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. مباراة بازل السويسري أمام مارسيليا على قناة بين سبورتس اتش دي 1 بين سبورت الأولى ومعلق المباراة أحمد عبده. مباراة رين أمام ليستر سيتي على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية ومعلق المباراة عامر الخزيري. مباراة كوبنهاجن أمام أيندهوفن على قناة بين سبورتس اتش دي 3 بين سبورت الثالثة ومعلق المباراة محمد بركات. ومباراة اي زد على أو أمام بودو غلمت على قناة بين سبورتس اتش دي 4 الرابعة ومعلق المباراة احمد المعمري. بعد كده عندنا اربع مباريات في توقيت تاني. جينيت البلجيكي هيلعب امام باوك سالونيكا، وروما هيلعب امام فيتيسا، لاس كلينز هيلعب امام سلافيا براغ، وفاينورد هيلعب امام بارتيزان. الاربع مباريات في نفس التوقيت الساعة 10 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن. الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان. والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و8 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. جينيت أمام باوك سالونيكا على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية ومعلق المباراة منتصر الأزهري. روما أمام فيتيسا على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية ومعلق المباراة جواد بدة. لاس كلينز امام سلافيا براغ على قناه بين سبورتس اتش دي 3 الثالثه العاديه ومعلق المباراه حسن العيدروس. وفاينورد امام بارتيزان على قناه بين سبورتس اتش دي 4 الرابعه العاديه ومعلق المباراه محمد السعدي. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.